ومن دواعي سروري في الجزائر أني قابلت الشيخ علي القاسمي، ذلك الشيخ الكبير المعمر على وجهه سمات الصلاح والحمد لله، نحسبه والله وحسيبه، من خطاطي المصحف الشريف في الجزائر. هذا الشيخ علي القاسمي لقيت به في منطقة وهران، شيخ كبير، لكن انظروا بياض الثياب وبياض اللحية وبياض العمامة وبياض الوجه وبياض القلب، نور على نور. كم؟ 85 سنة على على مشارف 90 سنة. والشيء الجميل انه خطاط. وقد اهداني لوحة فنية رائعة بخط يده. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريح. هذه هي اللوحة، نجد فيها آيتين من سورة الفاتحة، خط رائع، وحتى تصميم اللوحة بطريقة فنية جميلة. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في. وقد خط المصحف الشريف كم طبعا؟ كم نسخة؟ أربع نسخ؟ أربع نسخ ما شاء الله، ما شاء الله. بسم الله الكريم الشريف. الله يكرمك، الله يكرمك، لهذه الله يكرمك، الله يكرمك، لهذه الأصابع تقبل. الله يبارك فيك ويسعدك، انت بركه وهران. حامل